نوح عليه السلام ابنه كافر وما قتله، إبراهيم عليه السلام أبوه كافر وما قتله، لوط عليه السلام زوجته كافرة وما قتلها، النبي صلى الله عليه وسلم عمه كافر وما قتله، ويأتي في هذا الزمن من يقتل قريب ولد عمه أي دين. السلام عليكم عزيزي الرياضي المتعصب، ترى الكورة بدبوس تنفقع والله وتخرب من برا، لا تخسر دينك اخوانك ومجتمعك عشان فريقي. من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء. إذا عندك أي مرض قلبي أو جسدي القرآن شفاء، حطها قاعدة في قلبك، تدق باب الناس يندق بابك، تأذي الناس وأعراضهم تؤذى في عرضك. إن الله عزيز ذو انتقام. الذنب على الذنب على الذنب على الذنب على الذنب يموت القلب، إن لم تحدث بين الذنب والذنب توبة، فأحدث توبة وندم واستغفار بين الذنب والذنب حتى لا يموت القلب.